إذا سمعت عن مرض وراثي يجي في بالك السرطان ولا الصمم أو الضغط. كل هذه الأمراض بينها أشياء مشتركة، أولاً أن الإصابة فيها مرتبطة كثير بجيناتك، ثانياً كل هالأمراض ملحوظة قدامك تقدر تقيسها وتتأكد من وجودها ولا أحد بيختلف معك عليها. ولكن ماذا لو أن في جينات مسؤولة عن شيء ما نقدر نقيسه ولا حتى نشوفه، شيء مسؤول عن مشاعرك وأفكارك وأفعالك؟ 2015 صار في ضغط عائلي، صار في مشكلة عائلية معينة، دخلت مرحلة اكتئاب أسبوعين، بعدها حاولت انتحر. كنت أقول للدكتور إن هي عورتني وأنا حكيتها، كان يقولي ما في أحد ويا واحد حكي الدبموس. ما أبغى أعترف، ما أبغى أعترف، يعني الشعور وقتها ما كان شعور لي أنا أبغى أموت قد ما هو شعور أنا خلاص أنا أبغى أختفي. طيب ليش النفس تتعب؟ البشر والأكثر من 2000 سنة وهم يحاولون يجاوبون على هذا التساؤل. كل هذول الناس كانوا يشوفون النفس بزاوية معينة تناسب البيئة اللي هم فيها. فمثلاً أفلاطون حاول إنه يفهم ماهية النفس أو الروح كما سماها، وقال إنها عبارة عن المنطق والرغبة والمشاعر. هذه الثلاثة عناصر اختصرها بكلمة سايك. واستمروا الفلاسفة يحاولون الإجابة على هذا السؤال إلى أن وصلنا للفيلسوف المسلم أبو زيد البلخي، اللي قال إذا مرضت النفس سيتأثر الجسد تباعا. هذا الكلام كان في 900 ميلادي، وبعد 1000 سنة انفصل علم النفس عن الفلسفة وصارت له مناهج المختلفة والجديدة. سابقا كنا نعتقد أن الاضطرابات والأمراض النفسية سببها الأول والأخير هو البيئة اللي تربيت وعشت فيها، ولكن فرع من هذه المنهجيات العلمية الجديدة أو ما يعرف بدراسات التوائم أعطانا شيء مختلف. For researchers, there is much to be learned from twins. التوائم المتطابقة يتشاركون الجينات نفسها لأنها خلية وانفصلت. في بعض التوائم كانوا متبنين، يعني جو عيلتين وتبنوهم. الآن الوراثة واحدة لكن البيئة مختلفة. بعدين لما تتبعنا حياة هؤلاء التوائم شفنا أن نسبة كبيرة منهم تم تشخيصهم بنفس الاضطراب، يا اثنينهم فيهم فصام أو اثنينهم فيهم ثنائي القطب. يعني نقول بيئة، أوكي طيب البيئة اختلفت الآن، مفروض ما يصير النسبة عالية جدا. وجدوا أن النسبة تصل فوق 50 إلى 70% تقريبا. هذا يدل أن الوراثة لها دور عالي. Is that sharing an environment with somebody, just growing up with them, does not make you alike. What makes you alike is the shared genes. This tells us that the genes play an important role. السؤال الآن كيف نعرف أن هذا الاضطراب ناشئ من البيئة تحديدا أو من الجينات؟ أتوقع لو أحد قدر يعرف بياخذ جائزة نوبل. بعد ما عرفنا العلاقة المباشرة بين الجينات والأمراض النفسية يجينا التحدي الثاني، كيف نعرف الجين المسؤول عن كل مرض؟ في 2020 بدينا نعرف. الدراسة هذه حاولت تشوف الجينات المرتبطة بالاضطرابات النفسية، تعتبر أكبر دراسة حتى الآن. درسوا ما يقارب 250,000 شخص، 250,000 شخص مصابين باضطرابات نفسية، وقارنوهم بنصف 1,000,000 شخص ما عندهم اضطرابات نفسية، واستنتجوا أن فيه 109 جين مشترك بين مجموعة من الاضطرابات النفسية عند الإنسان: الاكتئاب، الفصام، ثنائي القطب، الوسواس القهري، اضطرابات القلق، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وبكذا صرنا نقدر نقيس السبب ونشوفه، ومن الممكن الآن أن نعدل على الجينات مباشرة ونحل هالاضطرابات النفسية. ولكن في مشكلة، بعض الجينات اللي قلناها تو 109 بعضها عامل خطورة لاضطراب نفسي معين، هذا الجين عامل حماية لاضطراب نفسي معين. يعني لو نبي نحمي أنفسنا ضد هذا المرض اللي هنا مثلا ونزيل الجين المرتبط فيه، هذا الجين اللي شلناه كان يحمينا من مرض ثاني. هذا التداخل والترابط في الجينات موجود بين الفصام وثنائي القطب. في اضطراب ثنائي القطب المزاج يصير مرة هاي يصير مرة لو، وترافق بعض التصرفات الحادة، فحنا قاعدين نتعالج عشان نصير في مرحلة الوسط. أما الفصام فهو حالة من الهلاوس المتكررة اللي تشكل على الشخص وتخليه ما يفرق بين
إن كانت هذه الهلاوس اللي تصير هي واقع ولا خيالات في عقله فقط. جينات المشتركة بينهم تقريبا 70%، فواضح أنه في تداخل كبير. هل هذا يعكس الحالة العيادية اللي نشوفها إحنا في العيادة؟ للأسف لا، بمعنى أنه مو أي أحد عنده الجينات هذه لازم يجيه الاضطراب، فممكن يكون حامل الجينات هذه وينولد ويموت وما جاء شيء. وزيادة على كل هذه التعقيدات، الجينات تتورث. في عائلات يتوارث بينهم المرض النفسي بمجموعة من الجينات، أو مثلا جينات محددة معروف أنها لها علاقة في المرض. أعلى اضطراب عندنا معروف اضطراب ثنائي القطب. ثنائي القطب النوع الأول، الهوس عندي أكثر من الاكتئاب. نوبات الهوس تستمر معي من أسبوع إلى شهرين، ثلاثة، أربعة، حادة جدا. يعني أتفاجأ لما أحد يجيني ثنائي القطب وأسأله يقول لك والله ما في أحد، هل يستغربها مرة؟ أروح أسأل سؤال ثاني، طيب هل في أحد يروح للشيخ؟ في شخص في العائلة مرة على تقريبا مشايخ السعودية كلهم، دائما يقولون جثة ضيقته، مسكت جنية، مصاحي. شلون عرفتوا التشخيص؟ لما دخل شهر انفصام، تعدد شخصيات، OCD. الشخص اللي تتكلم عنه وعد هو عمها، وبالرغم من أنه مشخص بالفصام وهي مشخصة بثنائي القطب، إلا أن إصابتها تعتبر وراثية. صح أن الجينات مشتركة، لكن أنتجت لنا اضطرابين مختلفين. أنا صرت أحس قبل النوبة أن في شيء غلط. المصاب بثنائي القطب يحس أن في شيء غلط قاعد يصير أو بيصير، ولكن الفصام ما يحس. طيب لو نفترض سيناريو شخص مصاب بالفصام وارتكب جريمة ولا عنده الإحساس اللي عند وعد بأن في شيء غلط قاعد يصير، هل هو مسؤول عن جريمته؟ أوكي، نبحث في الدافع. لو جاء الشخص قلنا له ليش قتلت فلان، قال فلان هذا يتجسس علي وقاعد يراقبني ويبغى يذبحني، فأنا ذبحت عشان كذا. هنا الحدث اللي صار بسبب الاضطراب اللي صار عنده، فهنا ما يتحاسب. هنا تأتي معالجة الدولة. إذا كان الشخص يمكن علاجه وإصلاحه بطرق علاجية معينة ستتجه إليه، إذا كان الشخص لا يمكن علاجه هناك أيضا طرق أخرى قد تكون أخرى عقابية. في إيرلندا بين 60-70% من المساجين مصابين باضطرابات شخصية، ومن ضمنها اضطراب الشخصية السيكوباثية اللي يخلي الشخص قليل التعاطف مع الآخرين بسبب وجود شكوك واعتقادات عنهم في عقله. إصابتهم هذه ممكن تكون وراثية، ولكن الشيء اللي يخليه يروح السجن إنه كان واعي بالفعل اللي يسويه، على عكس المثال السابق للمصاب بالفصام. هل هذه الحين ميب قاعد تعزز الوصمة؟ يعني لو واحد راح وتشخص شخصية سايكوباثية يقول أنا مني مجرم، أنا مسكين مريض، ولا إيش رأيك؟ أو فعلًا فيها عامل زي هذا وفيها وصمة. أنا أتفق معك، لأنها هذا الوضع الحالي اللي موجود. عندنا حلين، ولكن ما نقدر نسوي واحد بدون الثاني. الأول هو الدراسات المجتمعية اللي تخلينا نجمع معلومات مفصلة عن المجتمع اللي نحتاج ندرسه. احنا ما قدرنا نوصل هذه المرحلة اننا نطلع our own data ونقول يا جماعة الخير احنا عندنا كذا كذا كذا، والشعب عندنا لازم ينتبه. نطلع برامج جينية مختصة القبائل، العوائل، المناطق. في مناطق عارفين ان عندهم امراض معينة غير عند غيرها. هذا الشيء يساعدنا ان نطلع احصائيات خاصة فينا عن وراثة الاضطرابات النفسية. يعني مثلا نعرف أن اضطرابات القلق والاكتئاب موجودة في مجتمعنا، ولكن ما نقدر نجزم بنسبة توريثها مثل ما هو موجود في الدراسات الأمريكية اللي وصلت إلى أن نسبة الوراثة في الاكتئاب من 40-50% وفي اضطراب القلق بين 20-60%. بس وش بيصير إذا عرفنا نسبة التوريث؟ هذه المعرفة اللي بتساعدنا في الحل الثاني وهو الطب الشخصي. في حاجة الآن تقريبا في دول العالم يمكن أكثر من 50 شركة، في بعضها عندنا في الشرق الأوسط موجودة، يجون يقولون حنا نقدر أن ناخذ دم، عينة دم من الشخص، نسوي لها تحليل ونقول لك أن الدواء هذا أفضل من الدواء هذا بالنسبة لهذا المريض بالذات. هذا البرسوناليزد ميديسن، أنه كيف يصير الطب مفصل حسب الشخص اللي قدامي مو حسب الناس كلها.
للأسف أن الأطباء أعطوني أدوية متعارضة مع بعض، أعطوني مثبت مزاج ومضاد اكتئاب في نفس الوقت، وكانت كلها جرعات عالية. الفترة هذه كان فيها تخبطات مرة كبيرة. فإذا كانت عندنا تقارير جينية خاصة لكل عائلة، هذا بيخلينا نتعامل مع المصاب بشكل أفضل، نكتشف الاضطراب مبكراً ونقدم له العلاج المناسب. طيب، هل نقدر نمحي الاضطرابات والأمراض النفسية من الوجود؟ لا،